ورجعنا لكم تاني، والفقرة دي أنا بحبها جدا 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 عشان فيها ضيف. الفقرة دي احنا عايزين نتكلم فيها عن الموضة مستمرة معانا في كلامنا برضو. شفتوا الأفلام؟ احنا لازم نشكر الأفلام السينمائية على فكرة، لازم نشكر السينما مش عشان بتفرحنا وتبسطنا. لا أنا بشكر التلفزيون، معلش كل واحد يشكر اللي هو عايزه. في الستينات السينما ظهرت قبل، بس أنا بشكر التلفزيون. تشكري الإذاعة؟ أكيد المسرح. الإذاعة قديمة. أنا هشكر المسرح. برافو عليكي. بس السينما وثقت لنا الموضة. أفلام بتاعت زمان فيها فساتين سعاد حسني، فساتين مريم فخر الدين، هند رستم. هند رستم. إيه ده؟ إحنا معانا ضيف يا جماعة. أنت جيتي إمتى؟ إحنا بالفقرة دي معانا ضيف. أنت جيتي إمتى؟ نطلنا كده. لسه داخلة. معانا الأستاذة هويدة بهجت بتاعة الموضة والجمال. ولسه بهجت؟ ولسه. ولسه هويدة؟ انتي كل برنامج الاقيكي بالسلسله بتاعتك دي، اوعي تطلع الماس زي الخاتم. لا دي دي الماس دي اهي طلعت اهي دي. شفتي دي؟ لا مش هويدة، احنا مبسوطين جدا انك معانا النهارده. وانا جدا جدا. يعني ايه خبيره موضه؟ يعني كل حاجه دلوقتي ليها خبير، فانا بقيت خبيره موضه. وانتي خبيره؟ جدا. يا خبير انت يا خبير. خبيره استشاري يعني. الله لا لا دي يعني درجه عاليه، خلي بالك. لا استشاري ده موضوع كبير. يعني اكشف عندك انا ولا اعمل ايه؟ تكشفي انت، كشفتي خلاص. ايه رايك فيا؟ لا مية مية لسه بقول لك. الصندل تحفه. قولي يا دكتوره. والاحمر في الاسود. دكتوره قولي. دكتوره قولي. دكتوره اتكلمي عن سيادتي. نعم. الكشف بكام؟ لا انا استشاره الحقيقه، عندي على طول بيخشوا استشاره. طب انا عايزه اسالك على حاجه. قولي. ايه رايك في ان انا بقول ان احنا بنشكر الافلام السينمائيه وبنشكر السينما اللي وثقت لنا الموضه الجميله اللي في حياتنا؟ حتى انا بشكر السينما الامريكيه كمان. دي حقيقه. لا انا بشكر بتاعتنا. السينما المصريه. ما خلي بالك برضو كانت الموضه شغاله هنا وشغاله هنا، ساعات احنا نسبق هم يسبقوا. بس في النهايه انت بتشوفي الموضه في السينما كلها. تستعرضي. دي حقيقه يعني. كانت النجمات المصريات بيقلدوا. طبعا بياخدوا من طريقه اللبس اللي كان بيساعدهم ايه، هو جسمهم وهي اسلوب الحياه نفسه. يعني تحسي ان زمان الناس تقول لك نجمات كتير الواحد يعني كان ليه الشرف انه قابلهم، ومنهم الفنانه هند رستم، بتقول ان هي كانت قبل الفيلم قبل العمل لازم بياخدوا مقاس، وما ينفعش لغايه ما العمل يخلص المقاس ده. مش دلوقتي يعني زي حضرتك كده، انا تخنت جيت لبست لكم الروب وجيت، يعني عارفه اللي هو بتداري العيوب. لا ممنوع. فكان في التزام والنجوم كانوا بيراعوا ده. جينا فتره في الثمانينات والتسعينات الممثلات خدوا راحتهم، وكان في كميه برضو من طبيعه الحياه كانت مختلفه. الوجبات اللي هو الفاست فود والحاجات اللي ظهرت دي فتخنوا جدا. ورجعنا تاني دلوقتي الحقيقه شايفه كله بيهتم بالرياضه، الاكل الصحي. لو لاحظتي كل النجمات في اتجاه دلوقتي لكده، كله ما بشوفش حد غيري يعني. بس مش بتلاحظي ان الفساتين بتاعه زمان في الافلام مش ملاحظه ان في منها رجع دلوقتي؟ رجعت تاني. بس هي الموضه اللي بيحصل ايه، الموضه لازم هيعملوا ايه، بتتغير كل بيجيبوا تاني، بس بيحط عليها يعني اضافات. انت لو لقيتي نزلتي تلاقي البنطلون لرجلين الواسعه موضه، الرجلين الضيقه موضه. فاكره فيلم بتاع صباح، بتاع صباح اللي غنت فيه اغنيه الدوامه؟ طبعا. اللي هو الايدي الناعمه، الثلاثه امارات. انت شفتي البنطلون ده؟ استامبه واحده وده موضه. طلع موضه. الذهبي والاكسجين والفضي موضه. لا والثلاث اجسام واحده استامبه. بالظبط. لان كان في التزام، ممنوع ان النجمه او تبقى وزنها كبير. ما ينفعش زي كده يعني. لو زمان ما كانتش طلعت على الاخر. على الاخر اهو دي سكر محلي على ريا وسكينة. اها تعالي بقى اوريكي انا قصدي عليها، عشان حاسه ان انتوا مش فاهميني. ايه وعمالين تهزروا وتستهزروا. لا والمروحه بتاعتك دي كانت موضه برضو اللي انت لابساها. دي البليسيه. ماشي مروحه دي بليسيه. بليسيه. بليسيه يا حبيبتي. مش مروحه. لا انا بسميها مروحه. تمشي. طب بصي هفرجك بقى انا قصدي عليها عشان تستوعبوني شويه. فين؟ اهو اتفضل اتفرج على التلفزيون. بالخطف معلم معلمة، اخدك ويلفك مريانة مريانة. الحب الخطف له علامة له علامة، اخدك
اخدك ويلف حريامة حريامة ويسيب القلب في دوامة. وانا اصلي بحب الدوامة الدوامة. بالليل من غير داعي على صوت من جوا بيندهلي افرك فعني واقوم خايفة الاقيني قصاد قلبي وعقلي. العقل يقول سمي ونامي والقلب شفايفه تود ودلي احضر والف. شفتي بقى؟ شفتي انا قصدي علي؟ طبعا لا ولابسين البنطلون ده بيتباع دلوقتي موضه والبلوزه والسديري اللي كانت لابساه موضه الجلد موضه ولو لاحظتي الشعر ولبس مريم فخر الدين كله موضه الشعر طبعا اللي هو البنطلون اللي على قصبة الرجل كالون. لا وبعدين لابسين بناطيل مش يعني تقول لك غامق علشان يداري لا دي لابسه فاتح لا ما هي اللي هو لو في اي خطا مش هتطلع اصلا على الشاشه. بصي الشياكه وبصي الجمال لا طبعا قولي لي بقى هي هتداري ايه تداري ليه ده الاجسام مساعده بس شفتي لبس مريم فخر الدين البنطلون ده مش موضه دلوقتي والقميص اللي هو القصير ده بنص كم كله رجع شعرها الكيرلي اللي معمول على واسع اللي هو كمان القصه دي قصه الشعر اللون الاصفر ده اللون الاصفر الدرجه دي اللي بس بصي زي ما بقول لك مش لابسين بعد ده كله بقى لابسه باليرينا اللبس لازم يبقى فيه تناسق رايحين في مكان ده كاجوال بالنسبه لهم بالظبط. وبعدين على فكره الذهبي والفضي والاكسيدي اللي هي لابساه بيتلبس دلوقتي برده في الصبح ممكن جدا يتلبس مش لازم مش يتلبس بعد الظهر يعني اللي هي الانصام اللي لابساه بالنهار داخل فيه الفضي والذهبي بالظبط بقى يتلبس الصبح. طب ليه بقى كانوا زمان انا السؤال بيحيرني ليه كانوا دايما بيلبسوا لبس متناسق يعني ليه دلوقتي في خلطبيطه رغم ان بيتوفر يعني القماش ومتوفر الخياطين والمصممين ومجلات وسوشيال ميديا واجسام وفنانين ليه في خلطبيطه ليه هما ما فيش خلطبيطه والذوق العام كمان زمان لحد يعني حتى الماتشات كانوا بيحضروها بمنتهى الشياكه مش دلوقتي يضربوا الشورتات والفانيلا بتاعت الفريق بتاعهم ويروحوا لا ده كان في زي كده شيك بيحضروا بيه بيعتبروها مناسبة. لا بصي هو كمان عندنا في قصة اللي هو التقليد الأعمى في التقليع يعني انت لما بتقعدي بره ما بتشوفيش دكتور ولا مهندس ولا ناس عاملين الحركات اللي بتيجي هنا بنقلد التقليع تقليد أعمى بطريقة مش حلوة يعني اوكي احمد رمزي كان بيلبس السلسلة على فكرة عادي ما كانش بيضايق شكله ما بيضايقكيش بتلاقيه عامل البنطلون مشمر الشميز لكن حاليا تبصي تلاقي شكلهم غلط مش معنى كده كله في ناس برضو بتلبس حلو لكن الغالبيه ان هو في تقليد اعمى دي ميرفت ده بوت الابيض موضه جدا السنه دي جدا طلع موضه اهو انت فاتح لي صدرك ومبين شعر صدرك كده على طول قمر وما كانش بيبرر على كده لا ما هو ما تعرفش ايوه يا ست قولي لي بقى التيور ده مش موضه موضه جدا شانيل وده يعني ما بي ستايل شانيل ما بيتغيرش دايما ما بيبطلش لا وبصي الشنطه مع الشوز مع النضاره طب قولي لي بقى شفتي بقى الشنطه الصغيره الجينز. دي مش موضه بالظبط صباح طبعا طيب اللي ملكه الاناقه الطالون اللي هي لابساه ده مش موضه كله لا وبصي الشعر بقى والشعر الليس اللي هو لا ليس ايدي كانت عامله لا ده هنا طب بصي بقى هنا. شايفه شعرها شعر الفنان عمر الشريف والنضاره دي موضه يعني شكل شاديه ده موضه جدا دلوقتي النضاره دي ما بتبطلش الفستان لا والشعر برضه يعني الفستان هما الاثنين حلوين اهي انا عامله تسريحه ميرفت امينه فرقه من النص لا ما كده كلنا فارقين كلنا فارقين يخرب بيت الطعامه يخرب بيت احنا الجمال دخلنا على لبس الرجاله بقى والوسامه وان بصي بقى قولي لي بقى طلعي لي بلطو واحد هنا
مش موضة دلوقتي، كله كل ده موضة دلوقتي، والجزمة الكعب الكاري المربع بس موضة. عايزة أقولك حاجة بقى، هاتي بقى الخياط اللي يعملك البلطو ده بالفينش ده. لا مفيش للأسف، بس قليل. كان فيه زمان كمان، لان كنا بنلبس كله تفصيل، واهالينا كانوا بيلبسوا كله تفصيل، الخواجات اللي بيفصلوا زمان، الخواجات بيفصلوا، وكانت اللي بتخيط الخياطه بتبقى فاهمه شغلتها. دلوقتي مفيش خياطه، تلاقي تقول لك بس اللي بتعمل يعني تقص تضيق، لكن تاثر لكن اللي كان خياطة. بيفصل الازم الرجالي يعني. كان خواجه بالظبط، كانوا اجانب والستات مدام ماري ومدام الفينش بتاعهم كان جميل. انت بقى مدام ايه؟ انطوانيت. انا مدام انت فوقتي لي كده. طب نشوف التقرير ده. في حاجه من موضه زمان عاجباكي دلوقتي؟ ايه؟ القمصان الواسعه واللي فيها اشكال غريبه كده، عارفها دي؟ انا كان هنبسط النهارده بس مش نروح نغير ونيجي. انت عارف حسنين اللي هي القصه دي بتبقى حلوه قوي، ومين تاني؟ بص، هي بتبقى في قصه الشعر بيبقى طالع لفوق كده، وفي بمبم هناك بتبقى حلوه برضو. شير رضا لما كانت عامله شعرها منفوخ كده. انت اكتر موضه في حياتك مشيت عليها كانت ايه؟ ما لبستش هدوم على طول، اكتر حاجه اللي هو الهدوم. ومين من النجمات زمان كان بيعجبك القصة بتاعتهم وممكن تعمليها؟ شادية، فاتن حمامة عاملة قصتها دلوقتي. انت مين من الممثلات كنت بتشوف اللبس بتاعها بيعجبك؟ عندك سامر صبري، عندك مين تاني؟ مين؟ بحب مين؟ رشدي أباظة؟ رشدي أباظة برضه بيلبسها لبس كان أي حضرت جيلي، حضر عادل إمام والجنس والبدلة جاكيت الجنس والبنطلون الجنس. تعالي نرجع بقى بالزمن لأفلام الأبيض وأسود واللبس بتاعهم والموضة بتاعتهم، هل كانت بتعجبك؟ لا، كانت شيك جدا وجميلة جدا، ومتهيألي وطلع منها دلوقتي، يعني الحاجات القديمة دي بقى يجيبوا منها دلوقتي، يعني طلعوها موضة دلوقتي. بصي بقى، أنا هقول لك حاجة. قول. أنا حاسة إن إحنا بنحن للموضة بتاعت زمان عشان إحنا ما عندناش موضة دلوقتي. بنحن للجمال بتاع زمان عشان كان شيك وحلو ومشرف، واحنا ما عندناش حاجه دلوقتي. احنا خلطبيطه جامد، احنا فاصوليا خضراء ما استوتش لسه. عندنا جمال، بس هو اللي بيميزهم ايه؟ كلمه الشياكة. مهمه جدا قبل الشياكه، البساطه. يعني في مثل بيقول لك لا سامبليتي في لا بوتيل. لا ايه 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 يا اختي، لا سامبليتي في لا بوتي. انا بقول كده برضه. هو ده فلا بوتي. الجمال بيجي فعلا كل ما تبقي بسيطه. يعني طبعا. دلوقتي تلاقي كتير، لسه زي ما بحكي لك كنت رايحين البحر مش لابسين لبس بحر، انت بتتفرجي عليهم يعني دلوقتي البحر رمش اول ورمش تاني ده واكسسوارز ودهب والماز. طب افرض الارنسيالات دي وقعت منك في البحر لا او في فداها بقى يا حبيبتي فداها. لا المهم هي مش تنزل. لا مش بتنزل، هي مش بتنزل، بتستعرض نفسها. هي عندها مقابله في البحر. قاعده في البحر، قاعده على الرمله بره بتعقد مقابلات. هي بو واللي معدي هي مدام بو. مدام بو راح تصير مديرة امن البحر. لا 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 صعب. لا يا هويده، لا البق مش كده. بو لا برضو ارمي هوا اكتر. بو ارمي هوا على بره. بو رجع. ايوه رجع. قربتي. بقول لك ايه يا هويده، ما تيجي نرجع للملايه اللفه وجمال الملايه اللفه. لا دي احلى حاجه دي. شوف كانت عامله الست ازاي. برضو الست كانت واكله سمنه بلدي وزبده وكلام من ده، مش دلوقتي. عايزه اقول لك ان ده كان جمال، ده وشكل جمال. وكان جنبه اللبس الجميل بتاع الفتره دي برضو، بس ملايه اللف استمرت معانا وقت طويل ومر عليها موضات مودرن كتير. كل ده كان جميل. مش عارفه لحد امتى، انتصار 2004 كان في واحده في بحر بتمشي بالملايه اللف دي، كانت ساكنه جنبكم في بيت رايا وسكينه. كنت بشوفها في بيت رايا وسكينه. صدق انا نهيت المقابله معاكي. ليه؟ لا 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 ليه؟ دي الصوره ورا. لا دي الصوره ورا تجنن. انتصار. دي مين بقى، رايا ولا سكينه؟ انتصار مش شايل قدامي. لا مش همشي. انا حاجزه. انا هغير الصوره دي وهغير الصوره دي. لا. لان انت بداتي تنبطي منظرها. انا كل ما ابص حد تاني ينبط علينا بالشكل ده. هتجينا مره تانية وهتشوفي صورنا محطوطه مكان صور رايا وسكينه. لا بصراحه تخش. وبعدين انت مخضوضه ان بيت رايا وسكينه متفاجئه ولا ما انت من اول حلقه عارفه انك بيت رايا وسكينه؟ انا جايه ومبسوطه اني جايه عندكم.
بصراحه ناعم. بس ما تسيفتش لا انت شلتي الالماس، شلت الالماس كله كبير. قلت وايدة إيه؟ احنا مبسوطين جدا ان اتكلمنا معاكي على الحنين للماضي والموضات بتاعت زمان والشكل الجميل بتاعنا بتاع زمان، ومبسوطه قوي انك كنت جيتي معانا على هوانا في الحته دي قوي. وانا كمان حبيبتي انت عندك نفس الحنين. ها يعني حنين للماضي. ايوه اكيد للمضاد، المضاد الحيوي. والله عايزه تقعدي معانا. بصي انا عايزه اقول لك دي ما ينفعش معاها غير كده. يلا بينا. يلا يا وخلاص يلا بقى، بقى عشان نشوف الاكل اللي انتوا جايبينه. يلا طب يلا تعالى. يلا انا عرفت ان في حاجات كتيره.